انت 12 سنه عمي محمد ما حوسش كاع العائله تاعك ولادك والو؟ واحد محوس عليا ما والو. وانت ثاني بالك انت انت ربي ولا صديق؟ ربي لي يعني. ربي لي يعني. ما كانش لي ما يغلط. ايه دمعتك غالية يا عمي محمد. ما كانش لي ما يغلط اختي. دمعتك غالية. ولكن انا عذب بالله قلت انا والله ما بغيت ندير هكذا، ما بغيتش، ولكن انا قلت بلا كاتبة من عند ربي سبحانه. لا لا عمي محمد ماناش نلومو فيك على بالي. ايه سبحان الله لا رانا نلومو فيك. رانا خاوة نهزو بعضنا هكذا. حنا نقولوا الحمد لله لانه تكاكيت وقلت لك جامي ما راح الحال. كلش يتصلح عمي إيه محمد. نتعرف صح من الغدوية من عاش. واش بكيت واش بكيت واش بكيت ولا صحا عينيا ولا وليت ما نبكيش. نشفو نشفو اه بكيت بزاف. اليوم عمي محمد واش راك طالب؟ بغيت نولي مع الزوجة نتاعي هكذا بغيت هكذا. شفت درت درت لو كان نلقى 10 20 ما دار عندي الزوجة نتاعي. ولادي بارك الله فيك. هي ما تزوجتش عمي محمد. ما تزوجتش. عندك اخبارها؟ اه. راك تسقسي عليهم من بعيد. ما تزوجتش. اه. راهي مع ولادها. لو كان يتشوف فيك في الكاميرا هنا واش تقول لها عمي محمد؟ نقول لها اسمحي لي هذه هي الدنيا طيحه ونوضة اخرتها ما كان والو اسمحي لي وهذا هو واش نقول لك اختي؟ مسامح كريم مسامح كريم. ولو كان نقول لك ولادك كم يشوفوا فيك واش تقول لهم؟ نقول لهم سمحوا لي هذه هي الدنيا راني نتفكركم راني توحشتكم راني سمحوا لي كاش ما غلطت مع ماماكم هذه هي الدنيا. ان شاء الله ربي يحنن القلوب يا رب ان شاء الله.